أهلا بكم في مساحة التغطية الجديدة لأمر ما يدور داخل قطاع غزة. أهلا بك تاني. أهلا بكم مشاهدينا. استشهد عدد من الفلسطينيين ومن بينهم مراسل صحفي جراء قصف إسرائيلي مكثف بعدد من الأحياء بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. هذا وقد أفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال استهدفت كذلك بغارات جوية مع قصف مدفعي عنيف هذه الأنحاء المتفرقة من قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين. وأشار مراسلون إلى تنفيذ قوات الاحتلال لأحزمة نارية بأحياء الدرج والزيتون والشجاعية الواقعة في شمال قطاع غزة. أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف قوات تابعة لجيش الاحتلال داخل مبنى بقرية المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وكان جيش الاحتلال كشف عن مقتل 7 من جنوده خلال المعارك بالقطاع، وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة إلى 461 قتيل. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 19453 شهيدا وأكثر من 52200 مصاب. وفي الأثناء ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية بأن 5 أشخاص بينهم أطفال استشهدوا في قصف الاحتلال على مدخل مستشفى الشفاء. وأشارت المصادر إلى أن قصف الاحتلال تركز على مبنى الجراجات التخصصي في المستشفى إلى مبنى الجراحات التخصصي في المستشفى، حيث كان جيش الاحتلال قد استهدف المستشفى بأكثر من مرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة. وفي مخيم جباليا أفادت السلطات الصحية في غزة بارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ أمس إلى 110 فلسطينيين. كما أشارت مصادر طبية إلى أن أكثر من 100 آخرين ما زالوا تحت الأنقاض. وفي جنوب قطاع غزة قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر بخان يونس، وأكد بدوره الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قصف جيش الاحتلال لقسم الولادة في مجمع ناصر الطبي هو أمر بالغ الخطورة وهو انتهاك للقانون الدولي الإنساني. اول واحده شفت الغرفه انا البنت هذه كانت هان بالضبط السري هي واقعه هيك على ظهرها تمام كان عندها ميوتيشن في ايدها والبرين اوت خارج يعني ما فيش ما تشوفش ملامحها بس والاصابات اللي هان هذول كلهم طلعتهم برا كانت ختيارتين تقريبا وطفل والباقي كله تمام بس انا هناك غرفتين هذا غير هيك ها اللي فيش حنا الحمد لله شهده غير شهيد ولا اي حدا يلا خلص يلا البنت مباشره صحيح لانه البنت شكلها كانت قاعده قعود والقذيفه جايه من هنا لانه المنطقه هذه بس من هنا هيك مبينه ضربه هنا وكله هذا كنا قاعدين على التخت ايش انفجر فينا وهالي السقف علينا وكنا قاعدين مش عاملين حاجه وقع كله علينا الركام وكله ما شفناش شيء يا دوبني حملت بنتي المبطورة وشردت فيها وبعرفش صار مع الباقي. في ظل تواصل استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الصحي داخل غزة سقطت قذيفة على مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي القطاع. وأسفر استهداف المستشفى عن استشهاد فتاة وإصابة عدد آخر في جريمة جديدة بحق سكان قطاع غزة. أطفال كانوا آمنين قبل أن تنهمر عليهم زخات القذائف الإسرائيلية كما المطر، لكنهم كانوا أسعد حظا من غيرهم، فالقذائف أصابتهم ولم تقتلهم. هكذا تفضل عليهم الاحتلال. صورة أخرى من جرائم إسرائيل بحق سكان غزة، قصف يستهدف مستشفى ناصر بخان يونس يسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً لا تدري بأي ذنب قتلت، ويصيب أخريات بجروح خطيرة. نساء في قسم الولادة بالمستشفى ظنوا أنهم في مأمن من بطش الاحتلال، لكن هيهات، فلا أمن في غزة ولا أمان، فالاحتلال غاشم والعالم صامت، ووحدهم سكان القطاع يدفعون الثمن. فوجئنا بالقذيفة تخترق سطح المبنى من فوق وتخترق الغرفة وأدت طبعا إلى كارثة في الغرفة، استشهاد أحد السيدات في الغرفة وإصابات بليغة. استهداف القطاع الصحي في غزة أصبح ملمحا رئيسيا من ملامح العدوان الإسرائيلي على القطاع. في رسالة واضحة من قوات الاحتلال
بأن الجميع في غزة سيتم معاقبته، سواء بهدم المنازل أو قصف المستشفيات. مشهد عبثي لا يوجد في العالم إلا في قطاع غزة، حيث يتم قصف المستشفيات في مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، فتسقط القذائف على المستشفيات لتدمر وتقتل دون حساب أو عقاب. وأي عقاب تخشاه إسرائيل لترتدع عن تلك الجرائم؟ ولما العجب إذن من إصرارها على قصف المستشفيات؟ ألم يقتحم جنود الاحتلال مستشفى الشفاء بعد محاصرته؟ ألم تقصف طائرات الاحتلال مستشفى المعمداني وتقتل المئات؟ ألم يتم استهداف مستشفيات الكويت والرنتيسي والعودة ودهس ودفن المصابين أحياء في مستشفى كمال عدوان؟ حدث كل ذلك، ومن أمن العقاب قصف المستشفيات. وللمزيد ينضم إلينا من رفح الفلسطينية بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك بشير معنا، وإذا تطلعنا في هذه الساعة على آخر التطورات من قبل جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وخاصة على المستشفيات. تحية لكم. يعني الحديث يدور عن اختطاء أكثر من 19 شهيدا في الغارات الثلاثة التي استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى العشرات من المواطنين الذين أصيبوا جراء هذه الغارات. أنتم تعلمون أن مدينة رفح هي مدينة باتت مكتظة نظرا إلى الارتفاع الشديد في أعداد النازحين الذين وصلوا إليها جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وطلبت وطلبت إسرائيل من السكان الفلسطينيين بالنزوح باتجاه الجنوب نظرا لكونه مناطق آمنة. ولكن ما يجري اليوم يدلل بالدليل القاطع بأن هذه المناطق ليست آمنة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين الآمنين في منازلهم والنازحين الذين جاءوا للاحتماء من ضربات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذا العدوان لاحقهم حتى في هذه المناطق. معظم الشهداء والمصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات هنا في الجنوب هم من الأطفال ومن السيدات ومن النساء الذين كانوا نائمين في منازلهم حينما باغلت هذه الطائرات الإسرائيلية بصواريخها اتجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. قبل هذا القصف الإسرائيلي على رفح كان هناك استهدافات عدة من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي أطلقت قذائفها ورصاصها باتجاه منازل المواطنين بشكل مباشر في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. أيضا قبل قليل كان هناك حديث يدور عن اشتباك دار بين المقاومة الفلسطينية والآليات العسكرية الإسرائيلية التي تتوغل في منطقة حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة، حيث تشارك الطائرات الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها والرصاص باتجاه المنطقة الاشتباك، على ما يبدو أن هذا الاشتباك أو أن القوى الإسرائيلية التي تتوغل في منطقة الشجاعية وقعت في كمين لنصبته المقاومة الفلسطينية، وهذه الطائرات الحربية الإسرائيلية جاءت للمشاركة عبر رصاصها الحي باتجاه تلك المنطقة لكي تغطي على انسحاب هذه القوات الإسرائيلية التي وقعت في هذا الكمين. يعني الواضح أن إسرائيل تقوم بحرب إبادة بحق المواطنين الفلسطينيين من البحر وكذلك من البر ومن الجو. طيب بشير، بما أنك موجود الآن على الأرض، كيف من الممكن أن تصف لنا الأوضاع الإنسانية خاصة مع صعوبة وجود المياه والغذاء؟ كيف يواجه المواطنون هذه المآسي؟ يعني رفح باتت من المناطق الأكثر اكتظاظا بالمواطنين الفلسطينيين نظرا لحالة حالات النزوح، ونحن نتحدث عن أكثر ما يزيد عن 1,700,000 نازح نزحوا باتجاه المناطق الجنوبية، بالإضافة إلى أعداد الكبيرة من سكان هذه المحافظة. وباتت الطلب على
المواد الغذائية والمياه بدرجة كبيرة هنا، مما يعني شهدنا فقدان للمواد الغذائية وكذلك جحف المياه التي تصل للمواطنين الفلسطينيين. ونحن نتحدث عن المياه، فهذه المياه هي مياه غير صالحة للشرب، واللترات التي تصل كل 3 أو 4 أيام إلى المواطنين الفلسطينيين هنا في المناطق الجنوبية هي لا تكفي لسد احتياجاتهم من المياه، وبالتالي بات اعتماد النازحون والفلسطينيون هنا على المساعدات التي تأتي عبر الشاحنات التي تدخل من جمهورية مصر العربية باتجاه قطاع غزة لسد قوت يومهم وحصول على المياه النظيفة التي تأتي عبر تلك الشاحنات للشرب. ولكن ازدياد الطلب والطلب الكبير على هذه المواد الغذائية يعني يزيد من حاجة المواطنين للحصول على هذه المواد، ويزيد من تعطش السوق المحلي أو بالأحرى يعني حاجة المواطنين والنازحين على تأمين قوت يومهم بشكل كبير. وبالتالي الأوضاع الإنسانية هنا غاية في السوء وغاية في يعني خطر، وخصوصا نحن أيضا أن النازحين الفلسطينيين يعانون من البرد، ونحن نعيش في ليالي باردة جدا وبدأت المنخفضات ومياه الأمطار تعصف بالمواطنين الفلسطينيين وتقوم بإغراق خيام النازحين. وبالتالي الأوضاع هنا على كل الصعد، من ناحية توفير أماكن ملائمة للسكن داخل الخيام باتت صعبة، على وذلك على صعيد توفير المياه وتوفير الغذاء باتت صعبة. الأوضاع كارثية على الأرض، والمواطنون الفلسطينيون يوجهون المناشدات لكل الجميع من أجل استمرار تدفق هذه الشاحنات والمساعدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الشارع الفلسطيني. أريد أن أشكرك شكرا جزيلا مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر من رفح الفلسطينية، شكرا لك. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت لا يمكن تقويضه، وأضاف أن ما يجري في غزة هو عملية إسرائيلية وأنه لا يحمل في زيارته لتل أبيب جداول زمنية أو شروطا. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي آف جالنت، أكد أوستن أن واشنطن تبذل كل جهدها لإعادة المحتجزين في غزة. كما شدد الوزير الأمريكي على ضرورة توقف هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما لفت خلال هذا المؤتمر الصحفي إلى أنه جدد خلال محادثاته مع نظيره الإسرائيلي الدعوة الأمريكية لحل الدولتين. زيارة جديدة ومسؤول آخر والنتيجة واحدة، مزيد من الدعم الأمريكي وضوء أخضر لجيش الاحتلال بمواصلة جرائمه وإعمال آلته الوحشية قتلا ودمارا بحق سكان قطاع غزة. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي زار تل أبيب يرافقه رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، جاء بأجندة معلنة مفادها إقناع إسرائيل بإنهاء حملتها واسعة النطاق في قطاع غزة في غضون أسابيع، والانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً في حربها ضد الفصائل الفلسطينية، ليفاجئ الجميع بمطالبته فقط خلال الزيارة بمراعاة احتياجات النازحين في غزة. في المقابل أكد موقف أمريكا الثابت بدعم إسرائيل وحماية أمنها وحقها في الدفاع عن النفس. وأي حق يمنحه أوستن لمحتل أمام صاحب أرض يدافع عن أرضه ويدفع الظلم عن نفسه وأهله، بعدما أفشلت إسرائيل عمداً وبمباركة أمريكية كل المحاولات لتسوية القضية الفلسطينية، بدءاً من مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو، وصولاً إلى رفضها المبادرة العربية للسلام في عام 2002، حتى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تباهى مؤخراً أنه من أجهض قيام دولة فلسطينية. وزير الدفاع الأمريكي سبقه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الذي أتى إلى المنطقة بأجندة مشابهة لما أعلنه أوستن،
قبل وصوله تل أبيب. وبدلاً من أن يقنع سوليفان قادة الاحتلال بتقصير أمد العملية البرية، أعلن أن إسرائيل تحتاج عدة أشهر أخرى لتحقق أهدافها من الحرب. سوليفان هو الآخر سبقه حاكم البيت الأبيض نفسه الرئيس جو بايدن الذي طالب صراحة بتغيير حكومة نتنياهو، معترفاً بأن إسرائيل بدأت في فقد الدعم الدولي بسبب صعوبة المشاهد الواردة من غزة حسب تعبيره، بينما قامت بلاده بعد ذلك مباشرة بإجهاض قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة. ديدن أمريكي إذن لم تمله إدارة بايدن منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، حيث التصريحات البراقة عن ضرورة حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات ومنع استهداف المستشفيات، بينما الواقع على الأرض تأييد ودعم وإمداد بالأسلحة والذخيرة، ما يقطع الأمل لدى كثيرين بجدية أن تكون واشنطن وسيطاً في عملية سياسية تفضي لقيام دولة فلسطينية وتمنح الفلسطينيين جزءاً ولو قليلاً من حقوقهم المسلوبة منذ عقود. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل سوف تستمر في الحرب حتى تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تسيطر على غزة بأي طريقة مدنية. كما أضاف وزير الدفاع الإسرائيلي بأن قواته تتخذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين الإسرائيليين، وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن الهجمات التي يشنها الحوثيون تزيد من التوتر في هذه المنطقة. سينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور سمير الطقي، وهو الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية. سيد الفاضل، تصريحات متعددة خرجت من وزير الدفاع الأمريكي بخلاف ما قال بأن الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت ولا يمكن تقويضه، ولكنه قال أيضا، وهذا هو محور سؤالي، بأنه ذهب إلى تل أبيب ولا يحمل أي جداول زمنية ولا يحمل شروط. لماذا ذهب إذن؟ في اعتقادي يعني ما يقال ليس هو كل ما جرى. هناك اعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالضغط على إسرائيل من أجل الحد من الخسائر المدنية، ولكن وتغيير التكتيك المتعلق بالهجمات الجبهية والذهاب إلى الهجمات المحددة الأهداف حتى لو أدى ذلك إلى مقتل العشرات من المدنيين. الحقيقة يجب أن ندرك الآن بأن الإدارة الأمريكية استقر موقفها على السماح لإسرائيل بهذه العمليات، وبالتالي لا نفترض بأن سيكون الوضع أفضل في المدى المنظور. كل ما جرى هو أن بدلا من أن يكون لدينا المئات من القتلى من الفلسطينيين في خلال أيام معدودة، الآن لدينا العشرات وليس المئات، ولكن مع ذلك تبقى المأساة الإنسانية الهائلة التي يعاني منها شعب فلسطيني في غزة منقطعة النظير. لذلك في اعتقادي هناك ليس فقط فشل تكتيكي أو فشل يعني متعلق بإدارة علاقة مع إسرائيل، أصبحنا الآن في وضع نستطيع أن نقول فيه أن الولايات المتحدة هي شريك فاعل في كل ما يجري، وهي مسؤولة بشكل أو بآخر عن ما يجري. هل المنطق في ذلك من الناحية الأمريكية أنها تتفق مع إسرائيل على قضيتين رئيسيتين؟ القضية الأولى هي طبعا بقاء دولة إسرائيل وعدم أن لا تتعرض لخطر وجودي، ولكن بالمقابل الاتفاق بأنه مهما كلف الثمن ينبغي دعم إسرائيل فيما يتعلق بالقضاء على حماس. طبعا هذا الكلام ينبغي أن يوضع داخل قوسين بمعنى القضاء على حماس، وبالتالي هذين العاملين القضاء على حماس ووجود دولة إسرائيل أصبح في اعتقادي يضع الإقليم على صفيح ساخن. هناك مؤشرات بأن الوضع في يضع على صفيح ساخن رغم تخوط الولايات المتحدة لذلك. لم يعد في يدها أن تفعل أكثر ما فعلت، ومع ذلك استمر الوضع المتفجر. إثبت لي دكتور سمير أنها لم يعد في يدها ما تفعله.
يعني بمعنى أن ضمن المحددات الاستراتيجية الأمريكية في مد فيها، أقصد أنها لم يعد في يدها، أن ما تفعله ليس تجاه إسرائيل بالضبط. أمريكا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك بكثير جدا تجاه إسرائيل، ولكن أقصد بأنها فعلت أكثر ما يمكن من أجل لجم محاولات توسيع الصراع، ولكن حتى الآن يبدو أن الأمور تتجه في اتجاه إعادة إشعال الأوضاع في كل من لبنان وأيضا في العراق. ماذا حدث إضافة لما حدث سابقا حتى تقول ذلك؟ أنا أقرأ البيانات الصادرة، سواء ما حدث في لبنان مهم جدا، البارحة القصف الذي تم، وهناك أيضا حديث عن القصف الإسرائيلي، لأن هذه المرة القصف الإسرائيلي ذهب في اتجاه قصف أماكن يعني داخل بالعمق اللبناني، وبالتالي هذا المؤشر على أن الرد سيكون أيضا بشكل تصاعدي. وهناك يعني تصور لدى الخبراء اللبنانيين، هم الذين يتحدثون، بأن الإسرائيليين بدأوا يشددوا من ضرباتهم ويوسعوا هذا يوسعوا الوضع في غزة، في عفوا في جنوب لبنان. هناك تساؤل، هل ما إلى أين يريد أن يمضي الإسرائيليون؟ لأن وهذا إحدى القضايا التي تناقش في إطار جولة أوستن. وأعود لفكرتي، وهي أن الولايات المتحدة لم يعد تستطيع أن تفعل شيئا، لا أمام إسرائيل ولا أمام القوى التي تحاول أن ترد على إسرائيل، لأنها عمليا بالوضع الراهن إسرائيل تفعل ما تريد، وبالمقابل القوى الأخرى بدأت تنتقل الاستعداد. الوضع في بعد زيارة أوستن إلى العراق، هناك يعني توتر شديد بين الحكومة العراقية والفصائل التابعة لإيران أو التي تحركها إيران، وهناك يعني الدليل على ذلك أيضا هو ما جرى الحديث عنه بوضوح، بأن إيران هذه المرة على عكس السلوك السابق الذي يحاول أن ينفي ويبعد إيران عن تهمة ما يجري، الآن الحديث كله هو أن إيران هي الطرف المسؤول عن التصعيد الإقليمي. ولذلك أجد بأن الأمور تتجه يعني هناك معطيات تشير إلى أن طب وهل تطمئن دكتور سمير، اتصالا بهذه الفكرة التي تقدمت بها، هل تطمئن لمحاولة إبراز إيران كلاعب في هذه المنطقة في أثناء حرب غزة؟ هل تطمئن إلى هذا الطرح والضغط عليه؟ أنا أعتقد بأنه الهدف منه بشكل أساسي هو الردع، هذا هو في البداية ردع إيران، نحاول هو ردع إيران، بمعنى أن الآن يبدو أن هناك محاولة لردعها، سواء بشكل خاص ما جرى فيما يتعلق بالحوثيين، لأن من الواضح أن الحوثيين يعني لا يستطيعون القيام وحدهم بكل ما يقومون به، سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية السياسية. وبالتالي هناك اعتقاد بأن إيران بشكل أو بآخر متورطة في دعم عملية المناوشة الإقليمية مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ينقلنا إلى وضع جديد، وهو أن الولايات المتحدة الآن حتى تحتاج لدعم حلفائها الأوروبيين من أجل الرد على محاولات عمليا الحوثيين القيام بعملية. ولكن وهنا سؤال الثاني وهو لا ينفصل عن معرض أحد. نعم دكتور سمير، أرجو أن تقبل دائما هذه المقاطعات المتكررة، سؤالي لن ينفصل على ما تفضلت بتقديمه ولا ما أشرت إليه تلميحا. الأزمة الآن في إسرائيل أم في إيران؟ خاصة أنا سؤالي استند على التالي، تسمح لي أن أقدم هذه الرواية، استند على التالي في البداية، بأن السيناريوهات التي حاولت أن تحلل التوجهات الأمريكية والتوجهات الإسرائيلية في هذا التوقيت هو محاولة رفع إيران على منصة الشيطان حتى تتمكن إسرائيل من التعاطي سياسيا مع منطقة الشرق الأوسط، يعاد السيناريو بأحداث جنوب لبنان وأحداث الحوثيين. أين أنت من هذه الفكرة؟
تقصد حضرتك بأن كان هناك محاولة لإنكار تورط مباشر لإيران بهدف؟ لا أتحدث عن محاولات الإنكار، ولكن أتحدث عن السيناريو الذي كان يطرح إيران بديلا لإسرائيل في عملية العداء في منطقة الشرق الأوسط، هكذا كان يقال تحليلا. نعم، بلا شك بأن قضية موقع إيران في الصراع يعني أصبح يعني لم يعد هذا الموقع الذي تستطيع إسرائيل أن تدعي عليه على أساسه بأنها تتخذ موقفها. أعتقد أن المنطقة الآن أصبحت يتمحور الصراع إقليميا ودوليا. يعني أنا ممكن أتحدث أكثر عن الوضع الدولي لإسرائيل الآن الذي هو وضع لا تحسد عليه. أمريكا لا تكفي أن تكون غطاء لإسرائيل، ولكن الجديد والتمحور القوى الآن بدأ يتجه في اتجاه إما مع إسرائيل وإما مع إسرائيل وإما مع الفلسطينيين. وبالتالي القضية الرئيسية التي كانت هناك محاولة لوضع إيران على أنها البعبع في الإقليم، لا شك أن إيران لديها مطامحها، ولكن المعركة الراهنة تضع عمليا إسرائيل من جهة والفلسطينيين والعرب من جهة أخرى. وفي هذا المجال أعتقد إيران ليس لديها الآن القدرة على القيام بمبادرات سياسية في هذا المجال، رغم أن الوزير عبد اللهيان يقول بأنه مستعد، ولكن من الواضح بأن هناك انكسار كما قلنا سابقا في الثقة بين الإيرانيين والإسرائيليين بعد أحداث 7 من أكتوبر. ولذلك أعتقد الآن العداء لإيران لم يعد كما كان في السابق، بمعنى أنه لم تعد إسرائيل تعتبر بأنها ضحية أو أنها، وبالمقابل أصبحت هي المصدر الرئيسي للخطر على الأمن والسلام في الإقليم. هذا أمر واضح تماما، وأنها التي تعرض بإبادتها الجماعية وبإدارة ظهرها لكل أسس الأمن الدولي للعديد من المخاطر. وأنا هذا ما كنت أحاول أن أقوله، بأن الآن المخاطر ليست لها علاقة إلا بسلوك إسرائيل. إسرائيل إذا توقفت تتوقف المخاطر جميعها، ولكن هذا الجموع لهذه الحكومة الإسرائيلية يشير إلى أن إسرائيل الآن أصبحت هي الخصم الرئيسي لدول المنطقة بفضل ما تقوم به. نعم، طيب سيد الفاضل، وأعيد هذا الطرح، أنا ذكرت هذه الجملة في بداية هذا الحديث، أن لايد أستن وزير الدفاع الأمريكي لا يحمل جداول زمنية ولا يحمل هذه الشروط. هل تتصور أنها مساحة توزيع أدوار؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأن التصريحات التي تخرج من البيت الأبيض ومن الخارجية الأمريكية تشير أن ثمة خلاف نشأ بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة بشأن الأفق السياسي والعسكري حتى للعملية السياسية. وهنا الجانب العسكري ينفي ذلك بهذا البيان الذي كررته لمرتين. هل هذا في إطار توزيع الأدوار، أم أن الأمر فعلا يشي بأن الجانب السياسي في الولايات المتحدة له منحة والجانب العسكري له رؤية أخرى؟ أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الاستمرار في الحديث عن حل الدولتين فيما تطلق يد إسرائيل في أن تفعل ما تفعل في غزة. الولايات المتحدة أصبحت الآن في وضع يصبح فيه حل الدولتين عبارة عن سراب تدمره إسرائيل يوميا بما تفعله، سواء في غزة أو في الضفة الغربية. وبالتالي الشيء الواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية طرحها فيما يتعلق بحل الدولتين وعدم حضور غزة، عدم حضور قوات إسرائيلية في غزة، والموقف ضد التهجير، كل ذلك يصبح هو بذاته واهيا، كما تصبح واهية أيضا كل الحجج الإسرائيلية الأخرى فيما يتعلق بما حدث بعد 7 من أكتوبر. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تفقد نفسها يوميا كل قدرة على التأثير في الأحداث. أنا في رأيي لذلك أقول بأن الأمور قد تنفلت إقليميا في المنطقة. وفي هذه الحالة هل تقف الولايات، سؤال كبير، هل تقف الولايات المتحدة الأمريكية في طرف وإسرائيل في طرف ومنطقة مشتعلة في مناطق مختلفة في طرف آخر؟ هذا وضع ضعيف جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويغري العديد من اللاعبين الدوليين
احتمال أن تساعد في توجه الأمور في هذا الاتجاه، لأنها فرصة تاريخية. سببها الرئيسي هو الموقف الخاطئ إلى أبعد الحدود الذي اتخذه الإدارة الأمريكية الراهنة، الذي وضعها في وضع لا تحسد عليه كما قلنا سابقا منذ عقود. والدبلوماسية الأمريكية الآن في حالة إفلاس أكثر من حالة الإفلاس التي نشأت في مرحلة ما بعد 67 أو ما بعد عمليا 9/11 11 من سبتمبر. وبالتالي كل الاعتقاد بأن الأمور الآن لم يعد هناك ما يوقف هذه المجزرة إلا عمليا موقف أمريكي متبدل، وما لم يجري ذلك فالأمور تسير في اتجاه احتمال الانفجار، وهناك قوى دولية تنتظر أن تضع أمريكا في هذا الموقف البائس الذي نشاهده الآن كما تفضلتم في عرضكم الذي سبق مداخلتي. مثل الصين وروسيا مثلا؟ يعني أنا ما لا أقول بأنها هي التي تدفع الأمور في هذا الاتجاه، ولكن بقاء العالم بدون رد، الولايات المتحدة عمليا تضع قدمها في الباب وتمنع أي عملية لفتح باب الطريق نحو وقف اطلاق النار، وفي هذا الموقف بالتالي فيجب ان نتوقع بان القوى الدوليه البديله التي تشاهد هذه ستجد في ذلك ليس فقط فرصه، بل وهو الرد الوحيد على الموقف الامريكي الذي منقطع النظير، هو عمليا النوع من المخاطره بالسلم الدولي. يعني هذا ليس امرا بسيطا، لان هناك شعور ب عمليا بالضعف لدى الولايات المتحدة الأمريكية. خبرة أفغانستان وخبرة بغداد هي صاحبة طرح هذا السؤال. الحديث عن نشر هذه القوات البحرية أو هذا الاحتشاد العالمي باستثناء البحرين هي من هذا الإقليم، انضمت إلى هذه القوة التي لم يحدد لها قواعد للاشتباك، الحديث أنها ستقوم بمرافقة السفن العابرة ذات الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة وستؤمن هذا الممر الملاحي. أين الأسطول الخامس والأسطول السادس حتى تلجأ الولايات المتحدة إلى هذا الاحتشاد؟ الولايات المتحدة في اعتقادي في هذا المجال لها مصلحة سياسية ليس فقط استراتيجية وعسكرية في أن تشرك وتخلق تحالفا يدعم موقفها، ولذلك جرى ذكر إيران بأنها الآن أصبحت هي النقطة التي تتقاطع فيها كل العمليات المضادة لإسرائيل في الإقليم. وبالتالي الولايات المتحدة تحاول تشكيل جبهة، هذه الجبهة حتى الآن تمكنت من أن تضم البريطانيين والألمان وقوى أوروبية أخرى بشكل فعلي. يعني هناك الآن أكثر من حوالي 40 قطعة عسكرية كبيرة موجودة في منطقة باب المندب وعمليا بحر العرب على امتداد طويل، وهذه القدرات العسكرية للولايات المتحدة المصلحة الكاملة بأن تنشأ الأزمة، وأن بمعنى أنه أما وأن الأزمة قد وصلت إلى مرحلة كما قلنا سابقا إلى مرحلة رفع تكاليف نقل البضائع التي يمر في قناة السويس وفي البحر الأحمر، فبذلك تأتي الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتطالبها بالقيام بدورها يعني التاريخي الذي كانت تقوم به على مدى عقود في حماية ممرات البحرية، وعندها الولايات المتحدة الأمريكية تطالبها بأن تشارك في هذه العملية. وبالتالي نحن أمام حالة تشبه ما بعد حرب أوكرانيا، حيث جهدت الولايات المتحدة بأن تشعر أن الخطر ليس عليها فقط وعلى مصالحها، وإنما هو خطر على كل دول الأوروبية وكل الدول التي لها مصلحة في بقاء هذه الممرات مفتوحة. ولذلك أيضا هنا يعطينا تفسيرا لماذا ذكرت إيران بهدف القول بأن القضية ليست قضية ميليشيات تقوم بعمليات قرصنة إلى آخره، القضية هي قضية هناك تقصد استصغار المهدد وبالتبعية تنفي فكرة السؤال الذي طرحته لك، لماذا كل هذا الاحتشاد؟
نعم أعتقد الاتشال. طب وهنا لي سؤال، طالما أمنت على سؤالي، أقصد أنه يتضمن عمليا إنشاء تحالف دولي غربي يعني على مستوى استراتيجي، سواء في البحر الأحمر وفي بحر العرب والخليج والبحر المتوسط، وهذا كانعكاس مباشر لأحداث غزة وليس كانعكاس للأحداث في أوكرانيا. طيب اسمح لي، وهنا المتابع والمدقق لتحركات الولايات المتحدة ومن يلف لفيفها في هذه المنطقة، في منطقة بحر العرب توجد أكبر مراكز أو محطات التجسس التابعة لبريطانيا، والتي تكشف منطقة شرق آسيا وبالتبعية منطقة القرن الإفريقي وما بعدها. الولايات المتحدة تمتلك عددا من القواعد العسكرية باشتراك طفيف في مساحات محددة في جيبوتي في قواعدها العسكرية، بخلاف التحركات المستمرة للأسطول الثالث الذي يتمركز في البحر المتوسط والخامس الذي يتمركز في منطقة الخليج العربي. ألا يكفي كل هذا؟ وألا تستطيع يعني هذه المحطات، أنا لم أعدد أو لم أنهي هذه القائمة الطويلة من هذه المحطات التي تتضمن إسرائيل في أحيان كثيرة، ألم تستطع هذه المحطات التي ترصد كل شاردة وواردة أن ترصد هذه المسيرات التي تطلق أو الصواريخ الباليستية التي تطلق من الحوثيين باتجاه إسرائيل؟ يعني أذكر أنا بالحرب على العراق التي تمت والتي رغبت فيها الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء تحالف واسع، الأمر له بعد سياسي أكثر من كونه يعطي بعدا عسكريا. شاركت قوات بريطانية ودنماركية وأوروبية متعددة في الحملة على العراق، ولكن من الواضح أن الجهد العسكري الرئيسي قامت به الولايات المتحدة بالتقدير أكثر من 95% من الجهد العسكري الرئيسي، وبالتالي يبقى الحمل الرئيسي للأعمال العسكرية الساعية لردع الأزرع الإيرانية قائما، وهذا الردع يقوم على أساسا عموده الفقري الموقف الأمريكي، ولكن لأسباب سياسية لأسباب لها علاقة بالتحالف الغربي، الولايات المتحدة من مصلحتها أن تلتف الدول الغربية الأوروبية معها لكي تقف سياسيا، لذلك أؤكد على الجانب السياسي في هذا المجال، علما أن هناك يعني إمكانيات مقدرات خاصة لدى كل من ألمانيا وبريطانيا يمكن الاستفادة منها، ولذلك القضية ليست قضية أن أمريكا تستطيع أن تنفذ ما تريد بقدر ما هو بناء تحالف عسكري لجمع عدد من الإمكانيات. سؤالي الأخير، هل فلسفة الولايات المتحدة السياسية هو حالة الاحتشاد الدائمة التي سعت إلى تكوينها في بغداد وسعت إلى تكوينها في كابول وتسعى دائما في تكوينها وتعد بالطبع إلى تكوينها في أوكرانيا، هل هذه فلسفة سياسية عسكرية تمارسها الولايات المتحدة؟ بمعنى أدق، هل اعتمدت هذه الفكرة بأنها لا ترغب في أن تتشاحن منفردة؟ هذا صحيح تماما وكلام دقيق. طبعا تجربة كل من العراق وأفغانستان تجربتان مشؤومتان حتى من وجهة نظر يعني أكثر الباحثين الأمريكيين المحترمين، حول لا أحد الآن يستطيع الدفاع عن ما جرى في العراق، ولذلك هي تجربة فاشلة، ولكن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط كما تفضلت تحتاج لأن يكون لديها حلفاء وأن لا يتظهر من أجل الشرعية أم من أجل ماذا؟ لا، لمنع الأهم من ذلك هو تكوين الجبهة يسمح بضبط الإيقاع، بأن لا تذهب مثلا دولة معينة في اتجاه محدد من دول أوروبا على سبيل المثال، أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو قوى أخرى كما نرى الآن في هذا التوتر. أحتاج إلى توضيحي في هذه النقطة، تقصد أن الولايات المتحدة تضبط إيقاع الدول التي تتحالف معها بهذه التحالفات؟ هذا يعزز مشاركتها الدول الأخرى، يعزز مستوى التحالف السياسي في مواجهة ليس لا الحوثيين ولا حزب الله، وإنما في مواجهة القوى الكبرى التي قد تستفيد من هذه الأحداث، بغض النظر عن كونها متورطة أو غير متورطة. هذا الوضع يخلق الآن، ننتقل إلى ما يشبه الحرب الباردة رقم 2.
يعني نحن في حرب باردة رقم اثنين، ولكن بل هو وما هو أسوأ، هناك الاشتباك العسكري في الأطراف بين الأقطاب الدولية. العالم أصبح متعدد الأقطاب، هذا أمر ثابت، وبين هذه الأقطاب أصبح يتم بشكل غير مباشر على ساحة العالم بكامله، يمتد الموضوع من كوريا الشمالية. وهنا سؤالي أنا أوكرانيا. كنت أنوي أن يكون السؤال السابق والسؤال الأخير، ولكن عند هذه الجزئية، فلسفة الإندو باسيفيك التي تتبناها الولايات المتحدة تجاه الصين، بعض المحللين ذهبوا بشطط بعيد، قالوا أن ما يجري في منطقة البحر الأحمر بخلاف تأمين ممرات التجارة العالمية هو إيجاد منطقة اتصال بين ما سيأتي بعد حرب غزة في إيصال البحر أو المحيط الهندي بهذه الفلسفة، والمحيط الهادئ بالطبع، هذه الفلسفة التي تحاول الولايات المتحدة أن تتبناها. هل تتوقع أن هذه القوة التي شكلت في منطقة البحر الأحمر ضمن هذا الهدف ولم تعلن عنها الولايات المتحدة؟ أنا في اعتقادي بدون أدنى شك هذا صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى بأن يأتي شركاؤها بشكل مباشر لكي يجري نوع من تقسيم العمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين، ليس تقسيم العمل فيما يتعلق بالتكاليف فقط، وإنما أيضا فيما يتعلق بتقسيم العمل في الميدان. ونعم سيدي، يعني يجب أن نتوقع بأن القطاعات العسكرية التي وجدت الآن في الخليج العربي وفي البحر العرب وفي الأحمر والمتوسط ليست لها علاقة مباشرة فقط بأحداث غزة، بل أصبح الوضع الراهن أعتقد أنه سيدوم ربما لعقود. ومن هذه وجهة النظر هذه نحن نعود للوضع الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي يتجابهون في منطقة الشرق الأوسط عبر الأساطيل دون التورط، يعني ربطا بما جرى في العراق وما جرى في أفغانستان. أنا لازلت أعتقد بعمق بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بإرسال قوات برية، ولكن نعم هذه الأساطين جاءت، وحتى لو انتهت بأقل التكاليف أحداث غزة فهذه الأساطيل باقية. ولذلك حاولت أن أؤكد بأن الإشارة إلى إيران الهدف منها هو خلق هذا التمركز حول العداء لإيران، وقضية أن عمليا الآن لا أحد يستطيع الحديث عن الملف النووي الإيراني في واشنطن ربما لعقد أو عقدين، ولذلك هناك توتر وارتفع مستوى التوتر الاستراتيجي بين الولايات المتحدة. وبالتالي نعم الهدف هو السيطرة على ممرات، وفي هذا المجال تمتد الأمور وصولا إلى بحر الصين. من الجيد أنك كنت معنا دكتور سمير التقي، وأنت الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. قرر مجلس الأمن إرجاء التصويت حول الوضع في غزة إلى اليوم. أفادت مصادر دبلوماسية أن قرار إرجاء التصويت جاء من أجل إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص، ويدعو مشروع القرار إلى إنشاء آلية أممية لمراقبة شحنات الإغاثة الإنسانية والتي يتم إرسالها إلى قطاع غزة، كما يطالب برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني والإفراج الفوري عن المحتجزين في القطاع. ويدعو مشروع القرار كذلك إلى تقديم المساعدات وحماية العاملين في المجال الإنساني والسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن وواسع النطاق مباشرة إلى سكان القطاع. وللمزيد ينضم إلينا من نيويورك أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك معنا في هذه التغطية الإخبارية. وبداية نبدأ من ذلك الخبر حول قرار مجلس الأمن إرجاء التصويت حول الوضع في غزة، برأيك إلى ماذا سينتهي هذا التصويت، وهل بالفعل من الممكن أن يصل إلى المرجو إليه؟ نعم، مش المرة الأولى ربما ولن تكون الأخيرة أن يكون في إتاحة فرصة للتصويت على القرار. القرار تقدمت به مصر والمجموعة العربية خلال هذا الشهر ديسمبر، مصر هي اللي تقود المجموعة العربية، كمان مجلس الأمن العضوية اللي تمثل الدول العربية الإمارات العربية المتحدة. مشروع القرار بالحقيقة خد وقت، اجتمعت مجلس الأمن 5 عصرا بتوقيت الساحل الشرقي نيويورك، ولكنه انتهى إلى أنه يفضل أن يكون التصويت صباح اليوم التالي وهو الثلاثاء. معنى ذلك أن هناك ضغوط من بعض الجهات لإعادة الصياغة أو أن يكون القرار طلع بشكل معين. يفترض
أو يتوقع أن أمريكا يكون لها دور في صياغة أو إعادة صياغة القرار بحيث أنه يشمل نوع من الكومبرومايز ترضي الأطراف اللي طلبت المذكرة أو الكلام، وفي نفس الوقت يتيح الفرصة لإسرائيل أنها ما يكونش عليها أي نوع من الضغط أو أي شيء يدينها من خلال صدور هذا القرار. طيب برأيك سيد أحمد، إذا صدر القرار برأيك هل ستنفذه إسرائيل أم مثل المرات الأخرى ستعمل على أنها لم تراها أو لم يصدر بالأساس هذا القرار؟ ربما في هذه المرة يرى بعض المراقبين والمحللين، وأنا أتفق معهم، أن تأجيل القرار غدا يتزامن مع وجود وزير الدفاع الأمريكي في الداخل الإسرائيلي. أعتقد أن الرسائل اللي أخذها معاه المرة دي بتحاول بقدر الإمكان أنه مش كل اللي بتفرضه إسرائيل وتتمنى أن تحققه خلال الأسابيع أو الشهور القادمة موافقة مع أمريكا 100%. وبالتالي وجود وزير الدفاع أعتقد أن في قضايا معينة يمكن أتيحت الفرصة أن يؤجل التصويت لغدا على أساس في رسالة جاية من خلال وجود وزير الدفاع مع إسرائيل، أمريكا تريد أن تضعها بشكل أنها تزيل عن نفسها الصورة اللي وضعت نفسها فيها حرج في مجلس الأمن في المرة السابقة يوم الجمعة، وأيضا يوم الثلاثاء في تصويت الجمعية العامة. ربما يكون اتاحت الفرصة لأن يكون التصويت غدا، آمل أن يكون هناك نوع من المواءمة ما بين الواقع اللي تفرضه الظروف على الأرض، وأن يكونش فيه إحراج لأمريكا أمام الرأي العام العالمي. ومن ثم مسألة بقى أن إسرائيل تنفذ القرار أو لا، نتمنى هذه المرة يكون فيه، هي عندها ضغط كبير جدا في الداخل بالنسبة للأسرى الموجودين، في ضغوط من خلال المجتمع الإسرائيلي والمواطنين أصحاب القضية اللي عندهم ناس محتجزين. كمان 75 يوم لم تظهر إسرائيل مع كل هذا يعني التفوق الكمي والنوعي في الاعداد العسكري أنها لم تستطع أن تحقق، لا قضت على الحماس ولا استطاعت أن تجلي الأسرى الموجودين ولا أنهت الحرب، وبالتالي فهو نصر غير مضمون وغير ملموس، لم تحقق أي هدف. إذن بما أنك تحدثنا من نيويورك، في رأيك المعارضة الداخلية الأمريكية هل برأيك أنها أثرت على تغير رأي بايدن عن ما يحدث في غزة، وأيضا الشارع الأمريكي كيف منذ بدء الحرب أثر على تغيير رأي بايدن منذ البداية؟ للأسف الشديد إحنا أمام معضلة. لو نظرنا للصورة بشكل أكبر فنجد أن المظاهرات اللي حصلت في خلال الفترة الماضية كانت غير مسبوقة، وبالتالي ردود أفعالها على الاستقالة يعني كبار شخصيات من الداخل الأمريكي ضغط على إدارة بايدن. المسألة كمان اللي حصل بالنسبة لمسألة الحوثي والهجوم في البحر الأحمر، ده بيخلي أمريكا تفكر في أنها يكون عندها مسألة الدعم من خلال بعض دول أوروبا الحليفة، وأن يكون في تحالف بحري، كل ده هدفه مساعدة إسرائيل. لكننا وجدنا للأسف الشديد أن الجامعات وهي معقل الحريات والديمقراطية في الداخل الأمريكي، الطلاب والأساتذة الموجودين كانوا بيعبروا عن رأيهم بشكل صريح. لأول مرة يتم التحقيق مع رؤساء جامعات بنسلفانيا وجامعة هارفارد، ويوجه لهم انتقاد من داخل الكونغرس، وتجبر التحقيقات في الكونغرس ان رئيسة جامعة بنسلفانيا تجبر على انها تقدم استقالتها. الحقيقة في شيء من عدم يعني القبول ان يعني امريكا راعية الحريات والديمقراطيات، والكونغرس اللي هو بيمثل الناخبين ويمثل الشعب يكون في مثل هذه الضغوط. فاحنا امام معضلة ان في تناقض كبير جدا ما بين ما يقال وما يحدث على الارض. هناك ضغوط على الرئيس الامريكي وهناك ضغوط على البيت الابيض، لكن نيجي للكونغرس نلاقي ان في هو نفسه صاحب القرارات المفروض اللي تمثل الشعب بيمارس ضغوط نظرا للوب الصهيوني المتمثل في الداخل الامريكي. سيد احمد، سمعنا من قبل عن وجود الخلاف الامريكي الاسرائيلي بشان الخطه الامريكيه التي تؤيد اداره السلطه الفلسطينيه لقطاع غزه بعد الحرب. كيف يرونها في الداخل الامريكي وكيف تعكس العلاقه الامريكيه الاسرائيليه؟ إذا كانت أمريكا تحاول بقدر الإمكان أن تدعم إسرائيل من 7 أكتوبر حتى ومن هذا مضى 75 يوم، الزيارات المكوكية لوزير الخارجية، لمسؤول مستشار الأمن القومي، لوزير الدفاع وكبار المسؤولين في الداخل الأمريكي. النهاردة أنا عجبني جدا تصريح قاله الرئيس محمود أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية،
لما كانوا بيكلموه على ماذا من اليوم الثاني بعد انتهاء العمليات، ما هو الموقف هيكون في غزة. فالحقيقة قال الكلام انه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ومعنى ذلك ان سقف الطموحات اللي كانت اسرائيل بتسعى اليه ان تنهي على القضية الفلسطينية وان تهجر الفلسطينيين سواء طوعي او قسري وان تقضي على حماس، هتواجه هي بمسؤولية اكبر ان بعد انتهاء العمليات والمليون و800 الف اللي موجودين دول في الشتات فين هيرجعوا؟ هيرجعوا للارض بتاعتهم اللي 60% منها مدمر، الى كل الخدمات اللوجستية والمستشفيات والمدارس وكل الخدمات الموجودة. يعني الحقيقة هتواجه امريكا واسرائيل نفسها بصعوبة، العالم هيتكلم معهم بشكل انتم تسببتم في هذه الحرب ولم تحققوا فيها نصر، كيف يمكن ان نساعد هؤلاء الناس ان يعودوا الى ديارهم ويعيشوا حياتهم الطبيعية؟ أريد أن أشكرك شكرا جزيلا السيد أحمد محارم من نيويورك، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في هذه التغطية. أهلا وسهلا. خالد عاشور ورشا عماد، بعد قليل متابعة هذه المساحة من التغطية لأمر ما يدور داخل قطاع غزة. شكرا لكم.